لو مهما غبنا ولا بعدنا تستاهل اجلك مني تعال اترك وافي لاخر حياتي شلون صحتكم؟ عساكم طيبين. طبعا اليوم ان شاء الله عندنا خلينا نقول اول سلسلة في اول حلقة في السلسلة هذه، ان شاء الله انها تكون حلوة. انا بصراحة متفائل فيها ان شاء الله انها بتعجبكم. بتكون حلقتين في الاسبوع. انا للامانة ما لقيت لها اسم، اتمنى تساعدوني في الاسم في التعليقات، تقترحوا لي اسم للسلسلة. ما بيطول عليكم، خلونا نشوف ايش عندنا. اول شيء قبل ما نبدأ، الدبيخي يا اخوان، يعني انا اتكلم عن نفسي، الدبيخي هو سبب سعادتي في هذه الحياه بنسبه 60-70%. تسالني ليش؟ بقول لك انا شفت في الدبيخي او في اعلام النصر بالذات ذكاء مو طبيعي، خصوصا الدبيخي كوم، وكل الاعلام النصراوي كوم ثاني، هذا يصنف تصنيف ثاني، ما في حد زيه. بخلونا نشوف الدبيخي وش عنده. شوف انا حلمت امس حلم. يا سلام. شوف حلمت، بدنا نشوف حلم بني. حلم. طبعا هذا الكلام كان قبل مباراة النصر والهلال كاس السوق، فخلونا نشوف هالحلم ونشوف ايش تفسيره. خير ان شاء الله. حلمت امس حلم ان باص الهلال خبط. باص الهلال، هو يقول باص الهلال خبط، هو فعليا مو باص الهلال، هو فعليا باص النصر، بس هو مو مركز. حنشوف الحين وش اخرتها. تفضل. فنزل جسس مدرب الهلال وطلب من لعيبة الهلال على مرحلة على دفعتين، طيب، انهم يساعدون في يدفون الباص. ايوه. فنزل جزء، فكان جسس جالس يعني يشاهد وطالع يوجه، وكان معه مثل الايباد لكنه اكبر شوي. فالدفعة هذه ما استطاعت، فامرهم بالدخول مرة ثانية للباص واخرج دفعة ثانية. طيب. فنفس الحكاية، الدفعة الثانية لم تنجح في مساعدة الباص. فالتفسير قبل ما يقول التفسير، أنا متأكد أنه مو باص الهلال، أنا قلت لكم هو يقصد باص النصر بس هو مو مركب. فالحين بنشوف من التفسير هل كلام صح ولا لا. يلا دبيخ. التفسير الرؤية هذه بإذن الله إن الكاس السوبر السعودي نصراوي. كاس السوبر السعودي نصراوي، هذا أكبر إثبات أنه كان يقصد باص النصر، ما كان يقصد باص الهلال. صباح الخير. سلام. عندي تساؤل محتاج تفسير له، ولا من وراه مغزى ولا من وراه اي هدف. ليش نادي النصر لما يوقع الصوره قدامه، ونادي الاتحاد لما يوقع الصوره قدامه، ونادي الاهلي بعد لما يوقع الصوره قدامكم، والهلال لما يوقع على الصوره قدامكم؟ هذا تساؤل بسمع جبهة بسيطه. انا كرئيس نادي مو المفروض اني انا اوقع مع اللاعب واكون موجود في مراسم التوقيع؟ يجي شخص ثاني يوقع بدالي، ليش؟ ما قد شفت بيريز رئيس ريال مدريد يوقع مع لعيبة بس يخلي احد الموظفين او الرؤساء التنفيذيين هو اللي يوقع ويكون موجود في مراسم التوقيع. ما في الاندية الفخمة اللي لها كاريزما رئيسها هو اللي يكون موجود، مو رئيس تنفيذي. يبغى له شيء، هذه ادبيات الهلال. رش على الرياض، رش على الرياض 18 نفس مدريد، رش على الرياض من كل محل. طبعا يا اخوان بجيت كنسلو هذه ما حد فرحان، انا متاكد 200% الا متروفيتش. تسالني ليش؟ بقول لك ليش. متروفيتش يحب الراسيات، وما في احد فهم عليه، يعني لودي بالله، لودي لو تجمع الموسم كله ما تلقى الا عنده 3-4 عرضيات صح. لكن كنسلو معروف، يعني كنسلو ما راح اتكلم عليه لانه عرضياته سم يا اخوان. يعني متروفيتش حيسوي خلط مو طبيعي في الفرق، بس خلوا كنسلو يلعب، خلوا كنسلو يدخل في الفورمة، شوف ايش حيسوي متروفيتش. اذا ما شخبط الفرق الله ما افهم شيء والله. راسيات بس، حيجيب هداف الدوري بالراسيات كذا، كلها راسيات، هدف بالرجل ما في، كله راسيات، ويجيب الهداف من هنا. قولوا ما قلت. طبعا خلونا خير ان شاء الله. ابوي رجع سماعة اقول. واذا ما رجعت يعني؟ اذا ما رجعتها بكرة عندي تمزق وحرارة وانفلونزا وما اقدر العب، وراح دبر عمرك انت. هذا اسلوب ما يمشي مع جيسوس. انت العب وراح دبر عمرك انت فريقك. يوه خوفتني مرة، خوفتني الله يخليك. لا بس استهبال يا سعود، هات زمان الدلع انت وتخقق
انتهى. تنضبط تلعب، ما تنضبط دكة الاستحياط يا ابوي. شو اسمها؟ الاستحياط. دكة الاستحياط. بعيدا عن المقطع اخوان، والله فعليا ما سألتوا نفسكم ليش الهلال ما يتأثر بلاعب، يغيب لاعب في غيره؟ ليش الهلال ناجح بسبب هذه الاشياء، خصوصا المدرب. انت مدرب تبي تصير مدرب ناجح، لازم كل لاعب تعطيه حقه. ما في هذا احسن من هذا ولا هذا عشانه افضل من هذا انا ما العب بدونه. وانا لا حبيبي، زيك زي اي لاعب في الفريق، تغيب في اللي سد مكانك. الفريق ما يقف عليك، هذا كيان، كيان ما يقف على شخص واحد، الكيان يروح الشخص ويجي بداله 1000 واحد. الهلال يعني زي يقولون فريق رونالدو، لا احنا عندنا فريق سافيتش، فريق متروفيتش، فريق مالكم، كل واحد يغطي مكان الثاني. هذا سبب نجاح الهلال. لو انا بعتمد على لاعب معين ببقى تحت ولا حطلع فوق. يا زين الهلال الحمد لله. بس اي والله الحمد لله. ما شاء الله يا سعود، تكفي اصدمنا وتكلم انجليزي او اطلع كلمات ايطاليه كذا اصدمنا. ما احب انه احزن كثير، يعني احب السعاده، احب الابتسامه، عشان كذا خليك مبتسم. هو يقول احب السعاده والابتسامه، خليك مبتسم يا سعود، لا تفكر في غير الابتسامه، خليك مبتسم لانه ما راح تعرف تقول شيء هناك يا سعود. ما انت في السعوديه، خلاص الوضع تغير. اقول اللي عند النصر حقيقه ما يسوون على قبل ما اخش المقطع هذا، سعود الصرامي في بعض التصاريح ترى يرمي كلام ممكن ما حد يفهم، بس كلامه مبطل ويرمي حكم. خلونا نشوف ايش عنده. اقول لعيبه النصر حقيقه ما يستحون على وجهه، ينهزمون باربعه، يعني عيب، يعني اقل شيء، يعني على الاقل يا اخي. يا اخي انا اليوم البارح ما نمت كويس يا اخي، الهزيمه ما حد يبغاها. والله صح، والله صح. يقول لعيبه النصر ما يستحون على وجهه، مو صادق ما يستحون على وجهه، ينصكون بالاربعه وبالخمسه، والجماهير مساكين يعني يتابعونهم يشجعونهم بالملايين، اخرتها ينامون زعلانين واللي يموتون قهر. فانا اقول لكل واحد نصراوي الله يكون في عونك صراحه. قبل ما نخش المقطع ذا، هذا عبد الله فلاته انا اسميه الحفله، لانه فعليا هو حفله، هو بالكامل هو حفله. خلونا نشوف فلاته يقول. عبد الله فلاته، اكثر الانديه في دوري روشن صرفا على شراء العقود. طبعا هذا المقطع اللي قلت لكم ترند وما شفته، كنت محروق عليه بس خليت المقطع. هذا الموسم تحب هالسوالف الارقام؟ ها حب الارقام، اكيد حب الارقام. احنا لو شفنا التعاقدات اللي حصلت هذا الموسم ما نقدر يعني نخليها عن الموسم الماضي، لأنه السنة دي كلها كانت تكمل عن الموسم الماضي، تعويض عن الموسم الماضي. إذا هو يقصد الاتحاد، فالاتحاد ما عنده صفقة كبيرة إلا هو موسى ديابي، هذا الأعلى يعني. موسى ديابي كان سله، إذا نحن عنده حسام عوار برضو مبلغه محدود، أشغلهم ذا والحارس ده اللي أنا أعتبره جدا ممتاز، 8 ملايين يورو حاجة زي كده، مبلغ محدود. فين المبالغ؟ المبالغ كلنا نعرفه، ما نبغى نرجع لصفحة المبالغ لأنها حساسة وفي ناس تزعل منها، معروف ما حد يزعل. يقول ما حد يقول ما نبغى نرجع لفكرة الأرقام والمبالغ اللي صرفت على الأندية لأنها حساسة والناس تزعل منها. والله ما حد يزعل منها إلا أنت والنصراويين والأهلاويين، وكل واحد يمكن ما أخذ دعم أكثر من الثاني. مين اللي حصل الكعكة الكبيرة؟ الكعكة اللي قدي كده معروف، الاخذ الكعكة اللي قدي كده معروف، الكعكة الكبيرة. يعني اذا بدك تعوض الاتحاد معروف. تعليق بسيط، تعليق بسيط ما يخالف. يا خالد والمريب وان يقول انا ما حتكلم، ما حعلق، ابى اشوف الزلال وش بيسوي، لان انا كل ثقه في اعلام الهلال. يعني يريحك، هو يغلي، يخليك تغلي في البدايه كيف طريقه كلام، ودك ترد، بس يجي الاعلام الهلالي الله يرحمك يا ادري تويجري، بس يجي اللي غيره يسد مكانه، مع انه عادل توجري ماله مثيل ولا له بديل، لكن الشباب فيهم الخير والبركه. عشان كذا بنتظر وش بيقول الزلال، وانا متاكد بيعطيه تعليق بسيط، تعليق بسيط ما يخالف. يا خالد والمريب ان يقول خذوني، قام يعطيك حكم. ما في مريب ان يقول خذوني يا ابن الحلال. تفضل تفضل ابو خالد. 415 مليون ريال تعاقدات الاتحاد الموسم هذا، حديث الوزير عبد العزيز بن تركي الفيصل المتلفز يقول الموسم الماضي الاتحاد تعاقدنا مع 5 لعيبة أجانب، 3 بنزيما، 3 الوزير قال 3 جوتا، وبعد مشاركة الاتحاد في البطولة العربية وخسائره والضغط الجماهيري أضفنا لهم لاعبين وصاروا 10 لعيبة. مو هنا السؤال، الخمسة الثانيين أنت كيف خلصتهم مجانا؟ ولا حب الاتحاد خلاهم يوقعون مخالصات مجانية؟ شاركت في كأس العالم ثاني أعلى قيمة سوقية في كأس العالم، كأس السوقية كانت الاتحاد 114 مليون يورو،
بعد مانشستر سيتي، حتى السيتي لم تستقبله. المشكله مو هنا، المشكله انه حتى وهو ميزانيته السوقيه ثاني اقوى فريق ميزانيته السوقيه في كاس العالم تحت السيتي، وانطلس من الاهلي المصري. والله يفشلكم يا شيخ. 15 السيتي وصل لهم 17، بينما الهلال في كاس العالم ذهب بسبع لعيبه اجانب. تدري كم قيمته السوقيه وموقف فترتين؟ كم؟ 39 مليون يورو. اجلد. والريال كم؟ 8. الهلال يا اخوان يوم اخذ الوصيف قيمته السوقيه تعبانه، وسبع لعيبه اجانب واصابات وها، وجاب الوصيف قدام ريال مدريد. هذول قيمتهم السوقيه كانت ثاني اقوى قيمه سوقيه في الفرق بين الفرق في كاس العالم، وانطلسوا من الاهلي المصري، وانطلسوا من الفريق المكسيكي ما ادري ايش. يا اخي لا تهايط في الاشياء ذي، وانت ما عندك ما عند جدتي. بالله اجلد يا زلال، اجلد. بنزيما اللي جاي مجانا وانت سعيد انه جاي مجانا، راتبه في السنه 200 مليون يورو وفقا للمواقع وترانسفير ماركت. الله. السنه هذه انت فكيت المعيوف العمري الفرحان مجانا مخالصات. انا اول مره اشوف رئيس نادي يقول عندنا فيليبي لويس بنعطيه إعارة لأن إصاباته كثيرة، صرتوا تعطون الأندية لاعبين وتدفعون رواتب. يا سلام. الله يزيد الاتحاد 21 لاعب عندك وقاعد تفاوض حتى الآن. يدفعون رواتب للاعبين يعيرونهم للأندية ويسوون لهم مخالصات ويقول لك ما عندي، والكيكة الكبيرة راحت هلال. عبد الحميد أجبر على 2.5 مليون يورو، 10 مليون ريال، ووعد بسداد قيمة كنسل. الحشر قام يضحك. إيميل رسمي في استقطابات للهلال. عصب الصفقة على نفقة الهلال. عصب الأمير الداعم الوليد بن طلال الشغل الرسمي 75 مليون، اللي كل سنة في الجمعية العمومية تطلع 200 و300 مليون، بينما في الاتحاد لا يوجد عضو. ركزوا يا أخوان على فلاتة الحفلة، بدأ يشخبط على الورقة. هذه من علامات التوتر، واضح انه توتر. مبالغ وفصل العقود الكبير في الاتحاد. قام يسوي ثلاث خطوط. من طلال في خمس سنوات مليار، امس 70 مليون عندما ترشح فهد بن نافع. خلص مليون. خلص. وانت جايني تقول الاهلاويه يبغون ماتياس يمشي من الموسم الماضي، وانتم مشيتوا نونو سانتو بكم؟ مشيتوا جولاردو بكم؟ سيفي جولاردو مو كويس، افضل مدرب في الارجنتين وافضل الكيك يقول لك في ماتياس. نعم. كم دفع نعم. الاتحاد جولاردو كل هذا والاتحاد مسكين يا عبد الله فلاته. متعب الحربي انتقل الان ب 90 مليون، النصر عنده 11 لاعب اجنبي، الكل يبارك انه انتقل للنصر. والله زعلت. وانتقل للهلال قالوا الهلال قاعد يصير. يا اخي لا تهايط وتقول كلام انت ما انت فاهم، مو انت اللي قلت الكيك الكبيره من هو جابك بالادله والبراهين عشان تفهم وتصدق، انت ما تفهم لين يعطيك على راسك ويقول لك بالادله والبراهين كذا 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 بالادله والبراهين. يا اخي ليش اعلام الهلال دائما فوق؟ لانه يتكلم بالادله والبراهين. تتكلم بدون ادله وبراهين ما راح تقدر تثبت شيء، كلام في الهواء. الحفله ذا سكت من يوم ما تكلم الزلال الين خلص وهو ساكت ما تكلم، وعصب وقام يشخبط في الورقه. عموما يا اخوان وصلنا اخر مقطع، اتمنى ان الحلقه بسيطه نالت اعجابكم، لا تنسونا من دعمكم، وباذن الله حتكون في لها اليه للسلسله هذه بانه تكون تمنشنوني على مقاطع وانا اسوي عليها فيديوهات رده فعل. حتكون حلقتين في الاسبوع ان شاء الله، لا تنسوني من دعمكم. ازرق ازرق الهلالي ازرق ازرق الهلالي ازرق 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 ازرق